أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسرتين كاملتين على الأقل رميا بالرصاص داخل إحدى مدارس الإيواء التابعة لوكالة أونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. ووفقا لمصادر صحفية فلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مربع مدارس وكالة غوت وتشغيل اللاجئين في مخيم جباليا وحاصرتها وأعدمت أسرتين كاملتين رميا بالرصاص، بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن في ثلاث غرف. فقصفت طائرات الاحتلال مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوت في جباليا، ما أدى إلى استشهاد 25 شخصا على الأقل، أغلبيتهم من عائلة أبو عودة وكفرنا النازحين من بيت حنين.